السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض لسنة 2023 لمواليد برج السرطان، هنشوف مع بعض ايه الطاقة بتاعتكم لسنتكم القادمة. طيب يا برج السرطان، لو انت عايز قراءة خاصة طبعا ياريت تقولي في الكومنتات، اللي عايز قراءة خاصة، الناس اللي عايزة قراءة خاصة هتبدأ تحجز معايا، علشان من بداية السنة ان شاء الله بإذن الله هنبدأ ننزل قراءات خاصة للناس اللي هيحجزوا معايا. طيب بصوا بقى برج السرطان، هنشوف. انا طبعا على القناة نزلت لك استخارة بالقرآن الكريم لسنتك اللي جاية لسنة 2023، نزلت لك الفنجان، نزلت لك كل حاجة، وده هيكون اخر قراءة ليك لسنة 2023 اللي هو قراءتك التاروت بإذن الله. انزل باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اهم حاجة، ونشوف مع بعض. يلا يا برج السرطان، حط النية بتاعتك علشان اللي انت بتفكر فيه حاليا هو اللي بيظهر معانا في قراءتك بالتاروت، ونقول بسم الله. برج السرطان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. انتوا داخلين اصلا الفترة دي بايه؟ باللي هو انتوا منتظرين، يعني انتوا عندكم كمية انتظار حلو قوي. يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبعد عنكم العين والحسد، لان انتوا نجمكم خفيف قوي، واللي بيحصل عندكم في حياتكم مش طبيعي. فبصوا بقى، اول حاجه احب اقول لكم ان انتوا عندكم ميزان العداله، هيكون في عداله في حياتكم، لكن عندكم حد طماع، الطمع عندكم في حياتكم بشكل كبير جدا. حد بياخد منكم وما بيرضاش يديكم، حد بيحب ان هو دايما يقرب منكم علشان عارف ان انتوا معاكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. طيب انتوا هنا في كمية انتظار عندكم، لإما زواج، لإما انتوا في طاقة انتظار، لإما انتوا في امور مندفع عن الفترة اللي انتوا فيها الله اعلم، فخدوا بالكم لان انتوا في امور مستجدة هتيجي لكم، وبسم الله ما شاء الله عليكم في نور. بصوا هنا انتوا ما خليتوش حد محتاج حاجة الا لما اديتها له، يعني حتى الورود اللي عندكم بتسقوها، فما بالكم بقى بتتعاملوا ازاي مع الناس؟ بتتعاملوا مع الناس بحب وباخلاص، بتتعاملوا مع الناس بمحبه كبيره جدا، لكن محدش شايل لكم الخير اللي انتوا بتعملوه في حياتكم، فخدوا بالكم كويس جدا. بصوا بقى، انتوا حصل عندكم غدر من اقرب مالكم، يعني انتوا اقرب كنتوا في بيت حد، او كنتوا مدين الامان لحد واتخنتوا وما حصلش اللي انتوا عايزينه، وده ليه؟ ده من اقرب الناس ليكم، مش حد، يعني مش حد من بره، اقرب ما ليكم كان دايما بيتكلم عليكم، اقرب ما ليكم هو اللي اتطعنتوا منه، وانتوا السهم السيف بتاعكم كان، يعني كان في بيتهم، وانتوا ما خدتوش بالكم من الحتة دي. بصوا انتوا هنا، الانثى هنا هيكون عندها فرح، الانثى هنا هيكون عندها ازدهار بنفسها، لانها هتاخد قرار حاسم في حياتها، والقرار ده هيخليها مبسوطة جدا جدا بنفسها، لانها هي هتحب حياتها بعد القرار ده. البعض منكم قاعد على كرسي، البعض منكم هنا منتظر الفلوس اللي جاية له، فانتوا هنا عندكم حد هيديكم، وهتبنوا مستقبل حلو، وهتبقى عندكم اوامر تحت ايدكم، لاما هتدوا اوامر لحد، او انتوا يعني هتكونوا في فترة غير الفترة اللي انتوا فيها حاليا،
هشوف الفترة اللي انتوا مستنينها ايه، لان اموركم مستجد، وزي ما قلت ان في حد هيجي وهيديكم المال، او انتوا دايما بتحبوا تشتغلوا على نفسكم قوي علشان الفلوس اللي تجيلكم تجيلكم حلال. بصوا هنا انتوا يعني انتوا هتبدأوا تبعدوا عن ناس كتيرة جدا، هتبدأوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بشكل المختلف اللي انتوا عايزينه، لان انتوا هنا بصوا واقفين من بعيد بعيد عن الناس، وفي نفس الوقت عندكم رأس وغنى، فده بيدل على امور مستبشرة الفترة اللي جاية. طيب بصوا هنا الراجل دايما بيحصد، يعني دايما بيزرع مع الاخرين، لكن لما هتحصده هتقعدوا على كرسي عرش. بصوا شوف انتوا خدتوا قد ايه زرع، خدتوا قد ايه في كمية انتظار، اتخانتوا كام مرة، لكن حان الوقت ان انتوا تقعدوا وتأمروا زي ما الناس بتتأمر فيكم وتتأمر عليكم. بصوا انتوا هنا انتوا واقفين ومنتظرين، يعني على قد ما طلع لكم كمية الانتظار، انتوا هنا منتظرين واقفين وبتقولوا يا رب، بتدعوا ربنا كتير، لكن ربنا بإذن الله هيستجاب، لان بصوا انتوا رافعين ايديكم ازاي وبتقولوا يا رب اكرمنا من حيث لا نحتسب. بصوا راجل وست رافعين ايديهم وباصين لبعيد، فده بيدل على الامور الحلوة اللي عندكم. ودلوقتي بقى هنشوف الرسائل، هنشوف قراءة المستقبل وقراءة الحاضر وقراءة برضو الماضي. بسم الله. طبعا ده المستقبل، المستقبل في زواج، بصوا في زواج، لكن دايما بيطلع لكم الشيطان وراكم، الشيطان وراكم، ده بيدل ان هو مش سايبكم في حالكم. بصوا الزواج اهو، استقرار عاطفي او راحة من بعد تعب، او هتطلعوا من الخزلان اللي انتوا ماشيين فيه. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني خلاص هتاخدوا قرارات حاسمة، هتبصوا للحياة بالشكل اللي انتوا محتاجينه، هتشوفوا حياتكم بإيجابية كبيرة جدا. طيب انتوا في اتنين ستات، الاتنين ستات دول مش حابين لكم الراحة اللي انتوا فيها، بيتكلموا عليكم بيأذوا فيكم ووراهم شيطان، خدوا بالكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هتجيلكم رسالة من بعيد، والرسالة دي هتخليكم مبسوطين جدا بنفسكم، لان هيبقى فيه فلوس حلوة وفي ربح، وهيبقى فيه امور انتوا كنتوا بتحلموا بيها من فترة. طبعا هنشوف رسالة الحاضر، يعني بصوا برضو نفس الثلاث ورقات اللي طلعلكم، يعني في الحاضر نفس الثلاث ورقات، بس احنا طبعا هنبدلهم وناخد ثلاث ورقات غيرهم، لان احنا مش عايزين اللي يطلع لنا في الماضي يطلع لنا في الحاضر. بسم الله. طيب ده طبعا الحاضر بتاعكم، زي ما قلت ان اللي انتوا في زواج، بسم الله ما شاء الله عليكم، في استقرار، في عاطفي، يعني في زواج ناجح، لا اما انتوا في علاقة هتنجح، لا اما هيبقى في زواج عندكم هينجح نجاح كبير جدا وهتكونوا مبسوطين بيه. بصوا طبعا انتوا هنا كنتوا ماشيين في طريق، والطريق ده دايما كنتوا بتنورون نفسكم، محدش كان بيديكم نصايح، محدش كان واقف معاكم، لكن الزواج هيتم على خير، والشريك يعني انتوا هتتجوزوا حد صالح ليكم، هتتجوزوا حد فعلا بيحبكم قوي، والحد ده هيقف معاكم وهيكون معاكم من يعني هيساعدكم، هيقف معاكم في امور كتيرة الله اعلم، لانه فعلا هيكون وش خير عليكم، لان بسم الله ما شاء الله عليكم هترتاحوا جدا في المواضيع دي. نشوف بقى طبعا دي اهم حاجة، الرسالة بتاعت الماضي بتاعتكم، لاني الماضي
الماضي دايما بيكون مؤلم. وفعلا بصوا الماضي، بصوا الماضي، الماضي كان فيه حروب. الماضي اول حاجة في الماضي ان انتوا حاربتوا كتير من اجل نفسكم لتطلعوا لبر الامان، وحد يعني انتوا حوشتوا مبلغ من المال لكن اتنصب عليكم فيه، او دفعتوا المبلغ ده ولحد الان مش لاقيين حاجة مهمة دفعتوا فيها المبلغ. بصوا انتوا هنا، انتوا هنا خلاص، يعني انتوا خلاص لملمتوا ومشيتوا عن الاوجاع اللي اذياكم، وهتبدأوا تاخدوا قرار حاسم في امور كتيرة جدا. بصوا القرار الحاسم، القرار الحاسم ده هيخليكم هتعيشوا مرتاحين، هتعيشوا في مكان غير المكان، هتخليكم انتوا بصوا الورد اللي تحتيكم، بص الشمعة اللي هتنوروها في حياتكم، وهتكونوا مبسوطين جدا بالنور اللي هيكون عندكم. هنشوف طبعا رسالتكم دلوقتي، اللي هي الرسالة العامة اللي هتديكم الطاقة والأسرار بتاعتكم. بسم الله، دي طبعا الرسالة بتاعتكم اللي هي عامة على حياتكم بالكامل. بصوا رسالتكم بتقول ان انتوا عشتوا فترة من التعب، بتقول ان انتوا زعلانين قوي على نفسكم. بصوا رميتوا كل حاجة تحتكم وانتوا زعلانين قوي على نفسكم، لان بتطلعوا من اي حاجة في حياتكم تعباكم وازياكم، لكن ربنا مش هيسيبكم. بصوا انتوا هتكونوا هنا انتصار على حرب، انتصار على ناس، هتكونوا فرحانين قوي بكل اللي هيحصل في حياتكم. بصوا يعني انتوا هيبقى في انتصار حلو اهو، بسم الله ما شاء الله عليكم. فرسالتكم بتقول لكم ما تزعلوش، لان انتوا زعلانين حاليا على كل اللي بيحصل. فانتوا هنا بصوا هتلملموا كل السيوف بتاعه الناس اللي حواليكم في المعركه، لان انتوا هتنتصروا، ولو كانت في حاجه في جسمكم تعباكم هتنتصروا عليها، لان الانتصار الحاسم ليكم ما بين ايديكم، وهتاخدوا القرار. بس هو عايز شوية قوة ليكم، لان تاخدوا القرار الامور اللي منتوا عايزينها. كمان بصوا زي ما قلت ان انتوا طلع لكم حظوظ، طلع لكم امور مختلفة في حياتكم، وده بيدل ان انتوا حاليا واقفين على ارض صلبة، او هتقفوا على ارض صلبة. طبعا دي كانت قراءتنا لكم للفترة لسنة 2023. طبعا انزلوا قولولي ايه اللي انطبق عليكم من القراءة، وطبعا ما تنسوش تقولولي اللي عايز يحجز معانا قراءة خاصة. تحياتي لكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل.